السيد تسفاي ولد مريم الذي ينهاز عمره 75 كان يعيش في غرب تيغراي في منطقة باخا. كان ثريا ويملك الكثير من الممتلكات، لكن بسبب عصابات الفانو التي نهبت كل ممتلكاته اضطر إلى النزوح من غرب تيغراي كي يبقى الشيء الوحيد الذي لديه هي حياته. يتبو احرشاته وهيبنا اسراكتاته وهيبة يتبو نرئي نبر نيرنا. لقد أعطونا أرضا زراعية تساوي 20 فدان، كنا في أفضل حالاتنا ونعيش في سلام وأمان. كان لدي 120 من المواشي، هذا غير الذرة طبعا. لقد زرعت 25 فدان ذرة وال5 فدان المتبقية سمسم، وفي الحصاد أدخلت إلى مخزني 30 من شوال السمسم، ولكن قبل أن أبيعهم وأحصد الذرة نزحنا إلى هنا حتى أننا لم نستطيع أن نجلب المواشي. السيد تسفاي ولد مريم أخذ أطفاله ونزح إلى منطقة باخا على أقدامه سيرا إلى أن وصل إلى منطقة تكل، وهناك في مكان يسمى ماي حنسة أطلق عليه قوات تاتور إساياس أفرقي رئيس دولة إريتريا النار، مما أدى إلى إصابته. بحكر شعته كذا هسه وانت تقول أكيد اليوم نكون ركاح مستعمل بقري شعتك. لقد أخذت أطفالي معي وذهبنا سيرا من منطقة باخر إلى منطقة تكزي، وعندما وصلنا إلى تكزي أرسلت أطفالي إلى مدينة شيرة عند سلاسي. وأما أنا عندما كنت ذاهبة إليهم سيرا على أقدامي أصبت، كان هنالك الكثير من فروا ولم يصابوا، أما أنا فأصبت بطلقتان، واحدة في صدري وواحدة في قدمي، ولقد كنت راقدا لأكثر من 6 أشهر في مستشفى عيدر لأتلقى العلاج، وكل هذا بسبب أفعال قوات الدكتاتوري إسياس أفورق الإريتري. بعد نزوحه عام 1977 إلى السودان رجع إلى دياره كي يعيش في سلام وأمان، ولكن بسبب قوات أبي أحمد وحلفائه اضطر إلى أن ينزح من دياره للمرة الثانية، وأصبح الآن يعاني من أزمة الجوع ومشاكل متعددة. لذلك ناشد السيد تسفاي على أن يجب نتخذ ونوقف هذا العدوان الوحشي كي لا ننزح ونطرد من موطننا مرة ثانية. شو أسأل تسدينا؟ إيش نحيي تسدينا؟ حي سال سايس كنجد ما سعدنا ما قلت لنا ما تنا كن خينا كن سجد يبنا كذي. لقد نزحنا من ديارنا في الماضي والآن أيضا طردونا من ديارنا، ولكن لا يجب أن نسمح لهم بأن يطردونا للمرة الثالثة. في زمن الإمبراطور هيلا سلاسي ومنيليك كثير من شعب تيغراي عانى ومات بكل وحشية، ولذلك يجب أن نتصدى لهذا العدوان لكي لا يعاد ارتكاب مثل هذه الجرائم في شعبنا مرة ثانية. القوات الإريترية ارتكبت في حقنا أبشع الجرائم الوحشية ولا زالت ترتكب هذه الجرائم وتقتل أبنائنا، لذلك يجب علينا التكاتف لنعيد أمن وسلام تيغراي. وقال السيد تسفاي أنه بالرغم من سرقة ونهب ممتلكات شعب تيغراي إلا أنه يؤمن أن تيغراي سوف تعود أفضل من قبل وتنهض مرة أخرى.